نتمنى ذلك، ولكن ينبغي أن نقرأ قراءة واقعية في فقه الواقع. هل تهيئ الواقع التونسي لهذا وإلا مازال؟ وهل هنالك مصلحة ضرورية فعلا ستتحقق؟ وهل هنالك مفسدة يمكن أن تتحقق؟ هل هناك مفسدة؟ هناك ضرر؟ لأنه لو أدرجنا جندا آخر هل سيكون نفعه أكثر وإلا ربما يطيح حتى بالجند الأول؟ هذا الذي نحن ثبتناه، نحن ثبتناه ونريد أن نضيف إليه مكسبا آخر. لازم يكون ديما هدفنا أن نحافظ على الكسب اللي حققناه في جيب الساعة، وإذا استطعنا أن نضيف إليه شيئا آخر بخير بخير، ذلك ما كنا نقول. ننظر إذن، ينبغي أن ننظر في الواقع التونسي. إذن نحن ماناش مختلفين في الدين، نحن مختلفين في فقه الواقع مش في فقه الدين، لكن مختلفين في ماذا يطيق هذا المريض من الأدوية. الإسلام صيدلية، كل الأدوية موجودة في الإسلام، لكن الصيدلية تحتاج إلى طبيب باش يشخص المرض تشخيص دقيق، ثم يمشي للصيدلية يجيب الدواء المناسب، لأنه إذا كان تشخيص الطبيب غلط فما كيفك راح يكون الدواء، راح يقتل المريض ربما. السياسي الإسلامي هو الطبيب، يشخص الواقع ويمشي بعد ذلك للصيدلية يقول أنا أحتاج إلى هذا الدواء فيعطيه. إذا نحن مشكلتنا في تشخيص الواقع، الواقع التونسي ماذا يطيق؟ نحن ربنا قال لنا إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الألباب. ما نعتبر؟ انظر للناس اللي قبلك، للأمم الماضية، انظر لغيرك وخذ الدروس. نحن الآن شياب، ما عادش يليق بينا ندفع اندفاعات الشباب. اندفاعات الشباب ضرورية، ولكن ينبغي أن تلجم بالحكمة، العقول بالحكمة. نحن أنا عشت في الجزائر في أيام ربيع ثورتها، الناس يقولوا شبيها الجزائر ما تعملش ثورتها، يودي الجزائر عملت ثورتها وخسرت، عملت ثورتها قبلنا نحن، عملتها في 5 أكتوبر 88 انتفاضة هزت الدولة وحطتها في الأرض، واضطرت الحكومة مش تعترف بالتعددية والإسلاميين يخوضوا انتخابات. في أول انتخابات كم حصلت الجبهة؟ على 80%، نحن حصلنا على 42%، معناها هم حصلوا على الدول. ولكن وين هم الآن؟ بين قتيل وسجين ومشرد. مشرد عباسي مدني في قطر، علي بالحاج مضروب عليه 10 لاءات محظورات العشر، لا تتكلم لا في مسجد ولا في إذاعة ولا في شارع ولا تصرح، اللاءات العشر الوصايا العشر. ودمرت الجزائر وقتل 250 ألف في الجزائر. ملوانا مش بين 80% ما عملوا شيء، لأنه إخواننا راعوا فقط أنهم 80% راعوا الغش الكم، ولم يراعوا الكيف. أكل 20% هذوك صحيح عددهم قليل، لكن الجيش بيدهم والشرطة بيدهم والاقتصاد بيدهم والإعلام بيدهم والعلاقات الدولية بيدهم، وانت معاك ب 80% غاشية. هذا ال 20% وقت اللي شاروا بالخطر ومن السلطة باش تفتك منهم، اش عملوا؟ منا قلبوا الطاولة على الإسلاميين وشردوهم ودمروا البلاد.